بتقولي ان المشكله ان الشباب دول طلعوا مش متربيين وما عندهمش هويه او مرجعيه دينيه او فطبيعي ما عندهمش قدره التحكم على الشهوات الطبيعيه بقى اللي عند اي شاب، لان اصلا مفيش حاجه قالت لهم يتحكم في الشهوات دي. مشكله حضرتك هنا نسيتي خالص دور الشاب، بمعنى ان انت معتبره ان الدور كله هو دور الاسره والمجتمع، وان الشاب ملوش اي دور. فلو الاسره والمجتمع اثروا في دورهم يبقى خلاص الشاب ده معلوش ذنب. لا، انت كده نسيتي نقطه مهمه جدا، هو كله بيتكامل مع بعضه عشان يوصل نتيجه 100%. لما واحد فيهم بيأثر النتيجه ممكن تبقى 90، تبقى 80، تبقى 70. المهم ان كل واحد من الاطراف عليه دور، والنتيجه 100% مش هتوصل الا لما الثلاثه يبقوا 100%. ففكره ان الولد يطلع في بيئه مش كويسه ممكن عادي، واحد ابوه تاجر مخدرات، امه بتشتغل في شغل مش كويس، ايا كان. فالولد ده طلع، طيب الولد ده طلع وطلع متفوق في الدراسه ودخل وليكن مثلا كليه هندسه، ايه رايك بيعمل ايه في الكليه؟ هل بيسقط في الكليه 5 سنين لان مفيش حد في البيت هيقه يكون مهندس؟ يعني البيت لما بيجي يرجع مفيش حد في البيت مهندس عشان يساعده يطلعه في بيئه تخليه مهندس، يخليه يعرف يذاكر مواد هندسيه يبقى مهندس في اي حاجه. طب هو بيعمل ايه؟ هو اللي بيسعى ان هو يتاقلم مع الوضع ده ويتعلم ويسال يا جماعه ازاي انا امشي في كليه هندسه. يتقال له بقى بص، تحضر محاضرات، تروح تجيب ورق، كورسات، سكاشن، في كذا في كذا في كذا في كذا. فهو اللي بيسعى. كذلك نفس الحكاية، انت طلعت دلوقتي كشاب انت ما تعرفش اي حاجة، تمام؟ فالمفروض ان انت تروح تحاول تتعلم، ولما تتعلم ساعتها بقى يبقى احنا بنقول اذا كنت انت مظلوم ولا لا. انما انت ما ساعدتش انك تتعلم اصلا، فمظلوم في ايه؟ وانت سعيد زي فكرة بالظبط طالب الهندسة، هو اصلا ما سعاش ان هو يتعلم ازاي ينجح في الكلية. وبعدين لما صيت قلنا الطالب ده مظلوم، هنقول لا مش مظلوم. انه مظلوم امتى؟ نقول والله لما عمل اللي عليه واجتهد وتعلم كل حاجة، وبعدين في مشكلة حصلت بينه وبين الدكتور فالدكتور قال له انا مش هنجحك، اقول لا هنا ده بالظبط. فهنا الشاب ده لازم يعمل اللي عليه الاول وبعدين يروح بقى يشوف. زي مثال بسيط خالص، الشاب ده لما مثلا يروح يتجوز، لو هو مثلا اتجوز من مدينة تانية غير المدينة اللي هو فيها، كل مدينة بقى لها نظام اللي هو بيسموه عرف مختلف عن مدينة تانية. طيب هو من المدينة التانية لما راح يتجوز البنت دي عمل ايه؟ هو اللي راح سأل على العرف بتاع البلد دي عشان يروح يتقدم، شوف في النظام عندهم بيتقدم اول مرة ازاي. طب هو بيروح لوحده ولا بيروح هو ووالدته؟ طب بيجيب معاه في اول مرة شوكولاتة؟ لا بيجيب تورتة؟ لا بيجيب ظرف في فلوس؟ طب اول مره بتبقى زياره عاديه؟ طب اول تاني مره؟ طب ايه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ طب ايه؟ هو كل ده هو اللي عمال يسعى. طيب يبقى هو يقدر يسعى ان هو يعرف الصح من الغلط، لكن في الحل اللي انت بتقول عليه هو اصلا ما سعاش، فما جيش اديله عذر وهو ما اجتهدش ان هو يتعلم او يسعى او كل ده. حتى بقى ده في امر الدين، امر الدين اللي هو ما ينفعش واحد يجي والله يقول انا اتولدت مثلا على دين غير الاسلام فخلاص انا معذور، ولو جيت يوم القيامه معليش ذنب لان انا اتولدت كده. نقول لا، انت معلش انت مش معذور ولا حاجه، انت مامور انك تسعى انك تشوف الدين الحق فين. لما تبقى تسعى وما توصلش نبقى نشوف بقى ساعتها الموضوع، انما انت ما ساعدتش اصلا.